معانا النهارده نهله. انت عندك كام سنه يا نهله؟ 20. طب من جوزك قد ايه؟ راجل 4 سنين. 4 سنين. سقطتي كام مره؟ 4 مرات. في الشهر كام؟ 3 اشهر. شهرين. ايوه 4 شهور. 4 شهور. كان بينزل الجنين ميت ولا صاحي؟ لا ميت. بس ميت تمام. نزل صاحي. لما جينا كشفنا عليها لقينا ايه يا جماعه؟ لقينا ايه؟ يعني الحرف الرحم بتاعها على حرف تي، مش كده؟ الرحم بتاعها على حرف تي، كان باينه واضحه زي الشمس من اول ما عملنا اشعه على الرحم، باينه جدا يا جماعه. بس مين اللي يعمل بقى حرف التي؟ حرف التي يا جماعه بيبقى يعني بيبصوا كده والرحم بتاعها جاي كده. لا احنا عاوزين حجم الرحم زي الكمتريه، شفت الكمتريه المقلوبه؟ يبقى حجم الرحم زيها كده عشان يستوعب الجنين جواه. فده اللي احنا عملنا فيه توسيع يا جماعه. لما جينا يا جماعه شفت الحرف التي ده انا شخصتي مش كده؟ وعملت ورسمت لهم يا جماعه ازاي نخلي حرف التي ده زي الكمتريه. بنعمله يا جماعه بمنظار الرحم من تحت من المهبل، وده كان السر ان هي سقطت جنين ميت وجنين صاحي، ان الجنين الصاحي الرحم طرده ما كملش، جه في الرابع والرحم طرده. ليه؟ ما فيش مكان يكمل فيه. النهارده لما كبرنا الرحم وعملنا الكمتريه حجم التي بقى حجم الكمتريه، النهارده بسم الله ما شاء الله نهله جايه ايه؟ جايه تولد اهي، وعملنا لك ربط صح؟ وخدت علاج وحقن وبتاع، وعملنا لك تحليل النهارده، واطمنا على الانيميا صح؟ والله يا دكتور مراجعين احلى احسن من حضرتك. الله يبلفيت. رحت فين؟ يعني ما تقولش عزمت دكاتره بس رحت كتير يعني. والله ما خلينا لا الخطابه ولا المنوفيه ولا هنا ولا هنا ولا اخيرا واحد ابن حلال بصراحه قال لنا على عليكم على دار الام مش كده؟ مستشفى دار الام. فرحان بقى النهارده بقى في الولاده بتاعت بنوتك نهله؟ اسعد يوم في الدنيا والله. اللهم صل على النبي. عسل ربنا يخليها لهم يا رب. مبروك يا جماعه. ويعني بص يا جماعه يعني بسم الله ما شاء الله دي بعد اجهاض يا جماعه، اجهاض متكرر، وكان حجم الرحم حرف تي يا جماعه. وسعنا الرحم والحمد لله بعد ما وسعنا وعملنا عمليه حمت على طول وجابت لنا بنوته حلوه اهي ان شاء الله. ايه رايك بقى بنوته؟ نور صبري ان شاء الله. نور صبري؟ نور صبري ان شاء الله. ماشي الف مبروك. الله يديك الصحه دكتور. الله يبارك لك. شفت حجم الرحم اللي كان حرف التي؟ الله يبارك. حرف تي يا جماعه كده وسعناه وعملنا زي الكمتريه. وسعنا يا جماعه ايه؟ بمنظار رحمي. بمنظار ايه؟ رحمي. من غير اي فتحات. ربنا يبارك لنا فيك يا دكتور. الله يبارك فيك. ربنا يخليك كده حجم الرحم كبر اكتر اهو ويسع توأم كمان ان شاء الله. الف الف شكرا. الله يبارك فيك. يلا اتفضل يا جدو. اتفضل يا جدو. بسم الله. يلا يا حبيبي. مع دار الام مبروك هتكوني ام.